تتنوع وظيفة المدن بحسب الأنشطة المتواجدة فيها، ومن أبرز الوظائف التي تشغلها المدن هي: الوظيفة السياسية والإدارية، والتي تنتشر في العواصم. الوظيفة التجارية، حيث نجد انتشار المتاجر والمصارف ووسائل النقل. الوظيفة السياحية، وهي تشتهر في المدن التاريخيه مثل اثينا او غيرها الوظيفه الثقافيه حيث تنتشر في بعض المدن العديد من المدارس والجامعات مثل باريس الوظيفه الصناعيه وهي سمه للمدن التي تشتهر بمصانعها الضخمه الوظيفه الدينيه وهي ميزه للمدن المقدسه مثل القدس مكه المكرمه او الفاتيكان والان هل تذكرون بعض الوظائف التي تشتهر بها بعض المدن اللبنانيه